مصر أعلنت عن مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وكمان مضاعفة كميات الوقود والسولار والغاز اللي هيتم إدخالها إلى قطاع غزة، ده بالتزامن طبعا مع الهدنة اللي تمت بوساطة مصرية لوقف العدوان الإسرائيلي. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير عليك أستاذ عصام. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أستاذ عصام، لما نيجي نتكلم بداية عن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي مقرر دخولها لقطاع غزة في أيام الهدنة الجارية حاليا، بعد رفع عدد الشاحنات أو بعد الاتفاق على رفع عدد الشاحنات اللي تقدر تدخل قطاع غزة. خليني أبدأ مع حضرتك أنه مع بداية الأحداث من بعد 7 أكتوبر الماضي، مصر كان لها دور ريادي في التحرك لنجدة أشقائنا في غزة على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد، بجانب الدعم الدبلوماسي وبجانب تحرك الدولة المصرية على المستوى السياسي. كان في كمان تحرك رائد في جانب تقديم المساعدات، كان في توجيه من السيد الرئيس مع بداية الأحداث للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه يتحرك وبأقصى سرعة وبأعلى كفاءة وبآليات أكثر تنظيما وتخطيطا عشان يقدم المساعدات اللي تليق بالشعب المصري وترجم دعم وتضامن الشعب المصري والدولة المصرية بكافة مكوناتها لأشقائنا في قطاع غزة، مع تزايد الأحداث وتفاقمها، مع ارتفاع حدة المعاناة داخل القطاع، التحالف توسع في تقديم المساعدات بالتوازي مع دور رائد للدولة المصرية، تأكيدا على أن القضية الفلسطينية زيها زي قضايا الأمن القومي المصري من أولويات عمل السيد الرئيس منذ 2014 وحتى اليوم. التحالف اتحرك الحقيقة لحد قبل بداية سريان الهدنة، اتحرك بما يوازي مع باقي المؤسسات المصرية ما يوازي 70% من حجم المساعدات اللي دخلت القطاع. امبارح بشكل خاص ومع سريان وقف اطلاق النار بجهود مصرية كان بيوازي الجهود المصرية على الأرض، الجهود المصرية الدبلوماسية لإقرار الهدنة كان بيوازي ده، تحرك حثيث من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه يدفع بأكبر قدر ممكن من الشاحنات، وأعتقد أنه بالكميات وبالأعداد هو يعني تحرك غير مسبوق على الإطلاق، وأعتقد أنه لم يشهد العالم دعم من دولة لدولة شقيقة ومن أشقاء لأشقائهم زي اللي حصل من مصر من خلال التحالف وكل الكيانات المصرية اللي بتدعم الجانب الفلسطيني. التحرك الحقيقة كان بيرسم صورة، مش بس صورة إنسانية، أعتقد أنها صورة تجمع ما بين الإنسانية والبعد القومي والبعد الوطني للشعب المصري. كمان التميز ليس في عدد الشاحنات ولا في سرعة التحرك ولا التوازي مع الجهود الدبلوماسية في توصيل المساعدات، كمان التميز كان في نوعية المساعدات. ربما ده السؤال اللي هسأل حضرتك عنه أستاذ عصام، احنا دلوقتي قدامنا فرصة يا فندم، كانت بتلبي احتياج حقيقي لأهالينا داخل القطاع. عظيم أستاذ عصام، احنا دلوقتي قدامنا فرصة مهمة جدا وهي الهدنة 4 أيام عشان نكثف من دخول المساعدات إلى قطاع غزة. طبيعة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقرر دخولها خلال الأيام دي إيه يا فندم؟ الحقيقة يعني برضو بالتوازي مع الجهود المصرية السياسية، المجتمع المدني المصري، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سعى لقياس الاحتياجات على مدار الأيام الأزمة اللي زادت عن 50 يوم. احنا النهاردة شفنا رجوع نسبي للأهالي لبعض المنازل مع استمرار وجود الكثير منهم في مدارس الأونروا، وبالتالي كان لابد أن التحالف يقدم مساعدات مرنة تناسب الظرف ده، فكان بالإضافة للمساعدات الغذائية التقليدية في تركيز
في المساعدات الغذائية على المعلبات والمواد الغذائية سهلة الاستخدام وسريعة الاستخدام وآمنة الاستخدام. كمان المساعدات الطبية من أجهزة طبية ومن قائمة أدوية هي الأكثر احتياجا داخل مستشفيات القطاع، مثل أدوية المضادات الحيوية وأدوية الحروق ومستلزمات غرف العمليات والكسور بالتوازي مع ده كمان. وإحنا شايفين أنه الحقيقة فصل الشتاء صحيح. بدأ وانخفاض درجات معاناة الحرارة جديدة. بدأ يبقى عامل يعني مرئي في طبيعة المناخ داخل القطاع دلوقتي، فعشان كده في دفع بالبطاطين والملابس. والحقيقة خليني أقول لحضرتك أنه تحرك ورف عمليات التحالف وورف عمليات مؤسسات التحالف لتلبية هذه الاحتياجات ما كانش جاي من فراغ، كان في تنسيق كبير مع كافة المؤسسات المعنية يعني تقديم المساعدات في داخل قطاع غزة. كمان كان في تنسيق كبير ومستمر ودائم مع كافة الأجهزة التنفيذية والسيادية عشان المساعدات تلبي الاحتياجات بشكل أساسي وتصل في أسرع وقت ممكن. أكيد، كل الشكر ليك الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.